ايضا سيد النائب، هذا السؤال هو سؤال كبير كسابقه، يتطلب الكثير من الوقت. ستكون لنا مناسبه وهي مناسبه المناقشه التفصيليه للميزانيه الفرعيه لوزاره العدل والحريات، وسنبسط امام سيادتكم جميعا كافة المعطيات المرتبطة بهذا الموضوع. أقول باختصار شديد بأن تخليق منظومة العدالة حظي برعاية واهتمام كبير في الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ويكفي أن ترجعوا إلى ميثاق إصلاح منظومة العدالة، حيث ستقفون على أن موضوع تخليق منظومة العدالة هو الهدف الرئيسي الثاني لإصلاح بعد موضوع استقلال السلطة القضائية. وقد تفرعت عن هذا الهدف 4 أهداف فرعية و17 آلية تنفيذية. أؤكد بأن التخليق بالنسبة للمنظورين يعتمد بالأساس على التحفيز، وقد تحدثت آنفا على التحفيز الذي جرى منذ مدة لهيئة كتابة الضبط، والذي أيضا وصل إلى الهيئة القضائية، ونريد أيضا أن يصل إلى كافة المكونات من أجل أن نجعل منها قادرة على أن تصمد أمام إغراءات الانحراف. لكن أيضا هناك إجراءات قانونية، هذه الإجراءات القانونية كلها سوف تتشخص في القوانين التي نشتغل على إصدارها، وهذه القوانين سوف تشمل كافة المنظومة. نحن الآن نشتغل على المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية، ونشتغل على التنظيم القضائي، لكن أيضا سنشتغل على كافة القوانين المنظمة المهن. ويكفي أن أشير إلى أنه قد أحيل على مجلس النواب الموقر مشروع قانون التنظيم المتعلق بالمجلس على السلطة القضائية، وكذلك سيحال قريب إن شاء الله القانون التنظيم المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكلها قوانين تتوخى من جملة ما تتوخى التخليق. وهناك يعني تفاصيل كثيرة يضيق المجال لسردها كافة. أنا رهن إشارتكم لتقديم كافة البيانات والتوضيحات والتدقيقات إن شاء الله في اللجنة المختصة.